السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. اخواتنا الشباب في شركات الاتصالات بيجبروهم ان هم يبيعوا خطوط الباقات. الباقات ديت اخواننا في شركة النت وكده. ففي باقة جديدة بتفتح للعميل قنوات تلفزيونية وكل ما على في الباقة كل ما فتحت له ايه اوبشن اعلى في التلفزيون وكده. طبعا التلفزيون ده لا اعلم بقى يعني مدى صلاحيته. لا يعني انت تسال عن بيئة الباقات، الباقات تستعمل في الخير وفي الشر. خلاص انا لكن لا نستطيع ان نحرمها. نعم. لا نستطيع ان نقول انها حرام. لا نستطيع، والا حرمنا بيع الهواتف وحرمنا هذه البرامج التي تراها، لا نستطيع ذلك. الله يحفظه.